السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم حبايبي بحب ارحب فيكم من وين ما كنتوا بتتابعوني ان شاء الله يا رب تكونوا بصحه وسلامه خلينا نشوف افطارنا لليوم طبعا اليوم سالت اولادي طبعا كل واحد بده شيء بدهم معكرونه اما بالصلصه البيضة طبعا انا وجوزي جاي عبالنا مجدره وكمان ابني الصغير بده نقانق فكل واحد بده شيء طبعا هون كنت بدي اعمل الحشوه للسمبوسه جبت هون حبه بطاطا كنت مقطعتها بكعبات صغيره ضفتها على زيت نباتي بلشت احوس فيها راح اضيف عليها كمان لحمه مفرومه شويه من اللحمه المفرومه بدنا نعمل الحشوه للسمبوسه ضفت اللحمه المفرومه طبعا هلا راح اضيف عليهم شويه ملح بيساعد اللحمه انها تفك وتنفصل عن عن بعض بتكون طريقة أسهل بنفس المكلة طبعا زحت البطاطا على جنب وحطيت اللحمة على جنب الآخر لأن بالآخر طبعا رح أخلطهم مع بعض فحطيتهم بنفس المكلة طبعا المكلة عندي واسع وأخذ الجهتين هون تقريبا اللحمة اتشوحت قربت تستوي طبعا حركتها مع البطاطا ضفت هون بصله صغيره كنت فارميتها فرم ناعم ضفتها وطبعا كمان هلا رح نضيف شويه بهارات الحشوه هاي كثير كثير حبيناها في السمبوسه تغيير عن الاجبان وعن الاشياء الثانيه ضفت هون رشه فلفل اسود ملعقه صغيره من الاوريجانو الحبه الناشف آه ملعقة صغيرة من الكاري بودر اللي هو بهار الكاري ورشة بسيطة من آه الزنجبيل البودرة آه وكمان آه كنت ضايفة آه رشة بسيطة من الكمون بيعطيها طعم كثير طيب كمان في عندي طنجرة على الغاز كنت مسخنة فيها المية ضفت عليها آه باكيت آه معكرونة من القصيرة اللي هي الباستا أه بدي اياها أه تغلى لاني راح اعمل معكرونه بالصلصه البيضاء والفطر طبعا على طلب أه اولادي بحبوا المعكرونات عندي الإيطاليا فود هاي السمبوسه اللي راح اعملها اللي هي هاي النوعيه بتلكوها في الفريزر في وول أه بتكون عند الاشياء المكسيكانو بالفريزر بتلكوها هناك طبعا رح هلا ابلش احشي فيها طبعا اول حبة عشان كنت مطلعتها من الثلاجة بنفس الوقت هيك حسيتها تشككت لازم طلعتها من الثلاجة يعني قبل بوقت شوية بس يعني اطلعها من الثلاجة واشتغل فيها الافضل نطلعها نخليها اقل شي عشر دقائق بعد ما نطلعها من الثلاجة ونبلش نشتغل فيها بلشت هون احشي فيها طبعا راح اعمل معاكم حبتين وطبعا راح اكمل جميع الكمية هاي الطريقة السمبوسة جدا سهلة يكون عندنا هدول الرقائق موجودين يعني بتسهل علينا الوقت والمجهود في رمضان يعني بيكون الاشي جاهز بيساعدنا هيك في التشكيلة على الطاولة طبعا حشيت جميع الكمية طبعا رح اعمل مجدرة انا وجوزي مشتهين لمجدرة اليوم فحكيت رح اعمل كاسة عدس وكاسة رز جبت هون كاسة عدس طبعا العدس البني هذا اللي بيكون تعالى المجدرة. طبعا غسلت وضفت عليه مي وهلا رح ارفعه على الغاز مشان يبلش يستوي آه هاي المعكرونه اللي استخدمتها اللي هي الساعة استخدمت آه علبه واحده وما شاء الله كمان يعني كفتنا وضل برضو كمان صحن منها طبعا جبت مقله في هون زيت زيتون كنت مشرحه بصلتين آه بهذا الطريقة جوانح هيك بدي أكليهم للمجدرة بدي إياهم يتحمروا وياخدوا لون حلو طبعا المجدرة طيب فيها البصل وكمان إنا نكليه بزيت الزيتون لأن المجدرة يعني بدها بصل وبدها زيت اللي هو زيت الزيتون عفوا هون بلش البصل معايا يأخذ لون كمان ابن الصغير حكى انه بدنا نقانق جاي على باله نقانق فجبت هون مكلا رح احوصهم شوية بالزيت حطيت فيه زيت زيتون فيكم كمان تستخدموا بالزيت نباتي بس انا بحبهم بالزيت الزيتون اعملهم رح شوية هيك على اوط الغاز وخليهم ياخدوا لون من الجهتين لون حلو يتحمروا طيبين كثير بهاي الطريقة في ناس بيسلكوهم سلك انا بحب هاي الطريقة طبعا هون جهزوا معي رفعتهم في الصحن واكيد رح نوضعهم بالخبز تاع النقانق مع كاتشب ومسترد عملهم زي ساندويش اه كل حبه نحطها بالخبزه تبعتها اه جبت هون كمان مقله ضفت فيه شويه من زيت الزيتون طبعا اليوم برعايه زيت الزيتون تقريبا استخدمت كل شيء بزيت الزيتون ضفت علبه فطر طازه مشرح عندي ضفتها بالمقله بدي اشوحه ياخد لون بسيط وراح اضيف عليه كمان حبه مقطعه من الفليفله الملونه عندي انا الفليفله الحمراء قطعتها هلا راح اضيفها راح اعمل المعكرونه بالخضار بالصلصه البيضاء الجاهزه اذا فيش عندكم جاهزه انا مرات كمان بعملها الصلصه بالبيت بس اليوم عندي الجاهزه رح اضيف الصلصه الجاهزه طبعا هي نفس طريقه البشاميل صلصه البشاميل أه اللهم صلي على سيدنا محمد ضفت هون ملعقه من الثومه المهروسه على الفطر وعلى الفليفله أه بس يعني بمجرد ما تطلع ريحه الثومه او بسيطه للفليفله وراح اطفي تحتيهم لاني انا ما بدي استوي الفليفله على الاخر بس تكون نص الاستواء بتكون اطيب ضفت ملعقه من الاوريجانو او الزعتر الناشف الحبك الناشف الاعشاب العطريه الموجوده عندكم ضيفوها رشة من الملح طبعا رشة فلفل أسود وهيك صارت عند الخضار تقريبا جاهزة ضفت هنا مطربان كامل من الصلصة البيضة صلصة الألفريدو وتقريبا ما ملحت لأن ال المطربان الألفريدو هو فينا أنواع من النوع الجبنة البرمجان بتكون مالحة وطبعا في الآخر برش رشة بسيطة طبعا كنت رشة رشة بسيطة أه لما سلكت المعكرونه فما ملحتها أه راح اخلي الصلصه تغلي شويه اكمل غلوه مع الخضار وهيك بتصير جاهزه ان نضيفها علي المعكرونه طبعا المعكرونه انسلكت عندي وصفيتها من الماي وهلا رح اضيف الصلصه علي المعكرونه المعكرونه أه جدا طيبه أه فيك تضيف الخضار الموجوده عندكم مثلا سبانخ البروكلي طيب كثير البروكلي الأخضر معاها السبانخ برضو طيب يعني اي نوع خضار فيكم تضيفوا انتم بتفضلوا تكلوا كوزة تكلوا بتنجان برضو برضو بيمشي الحال نضيفه مع المعكرونة بيطلع طيب كنت كمان في عندي خبز عليه صلصة الثومة والبهارات جاهز رح احطه يتحمص طيب كتير على جنب هون العدسة عندي استوى بلشت ابهر ضفت رشة بسيطة من الكمون رشة من الفلفل الاسود رح اضيف كمان رشة من الفلفل طبعا رح نملح طبعا الملح هون احنا صايبين بس يعني رح نزبطه ان شاء الله تكتيري طبعا عشان الواحد اخذ ايده بتكون ماخدة على الطبيخ فبكون عارف عيار الملح حتى بدون ما يذوق طبعا ضفت هون البصل شوية من كمية البصل اللي عملتها ضفتها على العدس ورح اضيف كمان زيت زيتون طبعا البصل وزيت الزيتون هما اساس بالمجدرة هما اللي بيعطوها الطعام ورح اضيف كاسة من الرز كنت نكيتها ومغسليتها منيح راح اضيفها على العدس والبصل ونحركهم مع بعض ونترك المجدرة تستوي على راحتها ان شاء الله عن جد كثير كثير كانت طيبة فاكلنا انا وزوجي منها وانبسطنا اولادي اكلوا طبعا من المعكرونه ومن النقانق والسمبوسه والحمد لله رب العالمين هون ملحت طبعا زبطنا الملح وراح اتركها هلا تستوي براحتها طبعا ضفت كمان شويه ميه لان العدس تشرب معظم كميه المي فمش مشكله اذا العدس تشرب بتضيفوا مي عادي طبعا هلا تقريبا قبل الافطار بنص ساعه هون بلشت بدي اكل السمبوسه حمه الزيت طبعا الزيت هات كنت كاليا قبل بيوم في سمبوسه طبعا بستخدمه على يومين ما في اي مشكله بس اكثر من مرتين ما بأكل في الزيت طبعا هون بلشت تتحمر معي السمبوسه بتتحمر بسرعه شويه تاخذ لون على كل جنب وهيك بتصير عنا جاهزه ان نشيلها شوفوا ما احلى لونها اخذت اللون الذهبي كثير كثير طيبه فيكم تحشوها كمان جبنه مثلا مع زعتر جبنه مع سبانخ إيه كذا نوع جبنة خلطوهم مع سمسم حط البركة وتحشوها بتطلع كثير برضو طيبة طبعا رح اكمل جميع الكمية وطبعا المجدرة ايش بدها بدها سلطة طبعا زي المجدرة طيبة كثير جنبها السلطة فيكم كمان اذا بدكم تعملوا سلطة بس تشرحوا شرايح بندورة وتحطوها في طبق على الجنب برضو كثير كثير طيبة بلشت هون اقطع بالبندورة طبعا رح نفرم كمان هون حبتين من الخيار الخيار هذا جبته من سامز كلب ما شاء الله هو مش بلدي بس ريحته كتير كتير حلوة كانت كأنه بلدي من الخيار الصغير طبعا وفرمت الخس وضل علي بس اضيف عليها ليمون وملح وشوية زيت زيتون ونعناع ناشف واحركها طبعا ضفت كمان ملعقه صغيره من السماك بيعطيها طعم كثير طيب وهاي كانت سفرتنا جاهزه عملنا عصير البيمتو اللي بنحبه المخللات بتمنى انكم اخذتوا يعني بعض الافكار من افطارنا لليوم والحمد لله رب العالمين وان شاء الله يا رب سنه وكل عام وانتم بخير واستنوني بوصفات وفيديوهات جديده وباي باي